بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنشرح فيه او هنتناقش مع بعض فيه في قاعدة حروف الجر. عايزك تفهم كده ان القاعدة دي متوقفة فقط على انك تحفظ حاجات معينة كده، وفي حاجات محتاجة فهم، وفي امور لازم تحفظها من غير اي كلام تسليما كده. على سبيل المثال الجزئية الاولى دي، وطبعا انت اول مرة هتشوفني هقرأ معاك قاعدة لانها اصلا الموضوع بسيط، بس انت ممكن تكون مكركبة على نفسك. يعني عايز تعرف ان مجموعة الافعال دي كلها كده بنجيب بعدها الفعل مضاف له ان جي، ما عدا ادمت ممكن اي ان جي، وممكن تول فعل مضاف له ان جي برضه. على سبيل المثال ممكن اقول لك اي ادمت ستيلينج يور كار، او اي ادمت تو ستيلينج يور كار. ضيف كمان عندك بقى حته كده من بره ان ادمت ممكن نجيب بعدها ذات، ونجيب بعدها جمله زمنها على حسب المعنى. بمعنى انت قلت لي انا بعترف بسرقه سيارتك، انا بعترف ان انا سرقتها، او اي ادمت تو ستيلينج. ممكن اقول لك اي ادمت، يعني انا بعترف ذات اي ستول يور كار، انا بعترف انني سرقت سيارتك. طيب عايز اقول لك بص يا باشا، انا بعترف ان انا بستخدم موبايلك من غير ما تعرف، يبقى اي ادمت ذات اي يوز، يعني المعنى بالعربي هو اللي هيوجهني هاخد مين. فاولا كده يعرف الناس دي كلها كده بيكون بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، ما عدا ادميت ممكن اي ان جي او تو واي ان جي. طبعا كلمه ابريشيت يقدر، افويد بعد اي ان جي، كل ده بعد اي ان جي. انتبه للاتي، ان اي فعل يا فندم بعد الفعل المضاف له اي ان جي زي ادميت مثلا، اي اد ميت انا اعترف، عايز اقول لك اعترف انني سرقت، يبقى اي ادميت بينج ستولن. يعني انت اي فعل بنضيف له اي ان جي اصلا في المعلوم لما نيجي نعمله مجهول بقى بنعمل ايه؟ بنستخدم being والباست بارتيسيبل. حلو. طيب فانت هنا دي اول ملحوظه عايزك تعرفها، ان الناس دي كلها بيكون بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، ولو مع ادمت تو برضو اي ان جي. طيب الراجل بيقول لك كده احنا بننفيهم باستخدام نوت واي ان جي. على سبيل المثال انا ممكن اقول لك مثلا اي، مثلا على سبيل المثال عندك ايميل افعال، ممكن ناخد منهم مثلا suggest او risk او اي حاجه من دول، او include imagine على سبيل المثال. اي imagine not doing that، انا اتخيل انني لا افعل ذلك، يبقى imagine ing في النفي، not ing. قصة خلصانة وموضوعها ما فيهوش اي افتكاس ولا اي علم ولا اي ابداع. دي الجزئية الاولانية، تعال نحل عليهم كده. اول واحدة بقول لك سما suggested، suggest دي احنا عارفينها من زمان اصلا، بنتنا دي بعدها بيكون الفعل مضاف له ing، او ان احنا نستخدم ذات فاعل الفعل في المصدر، او ذات فاعل should والمصدر. طب سما suggested preparing ولا نوت بريبيرنج، طبعا انت مش هتفكر في دول اصلا لان سجست اي ان جي. طب بقول لك سما اقترحت ان احنا نعمل سمك على الغداء لان هي بتحبه، يبقى بريبيرنج. طب اللي بعدها رودينا اقترحت ان احنا نعمل سمك ولا ما نعملش سمك على الغداء لانها بتحب الفراخ، بتحب الفراخ يعني قالت بلاش سمك، يعني اقترحت ما نعملش، يبقى نوت بريبيرنج. اي دونت مايند اي ان جي، يبقى هيلبنج ونوت هيلبنج افكر فيهم، بس انت عارف ان دونت نفي فمش هينفع نفكر في نفي تاني فهيلبنج. طيب الجملة اللي بعد كده هنشرحهم جزئية بجزئية كده عشان ما يضيعوش منك. هي ادميتد ادميت بعدها تو والفعل مضاف له اي ان جي، او الفعل مضاف له اي ان جي مباشرة. ادميتد تيك، لا تو والمصدر، لا احنا كنا عايزين تو اي ان جي، يبقى تيكينج. طيب قبل ما ندخل على الجزئية اللي بعدها عايز ارجع اقول لك على فكرة بس صغيرة كده. كلمة سجست، سجست بنجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، او ذات فاعل وجملة فعلها مصدر. طيب وممكن نستخدم برضو ذات فاعل should والمصدر كده كده يعني. طب في المجهول بنستخدم be suggested to والفعل في المصدر، او be suggested. لاحظ ان القصة دي مش عليها اسئلة خالص في الوحدة، فانتبه لي كده معايا. to be past participle، امتى نستخدم be suggested to والمصدر؟ be suggested to be past participle بنستخدم be suggested لو دي معناها اقترح، فالمعنى هنا مبني للمجهول. تو المصدر الجزئيه دي تبقى مبنيه للمعلوم. على سبيل المثال ممكن اقول منى was suggested to do the task. معناها ايه الجمله ديت؟ معناها ان منى اقترح ان تفعل، ان تقوم بالمهمه. لاحظ ان ده معلوم ازاي لكن ده مجهول. طب انا ممكن اقول لك بقى منى was suggested، يعني منى اقترح to be مثلا given the leadership. معنى الجملة ان منى اقترح ان
تعطى القيادة. فحضرتك قدامك سجست 3 معلومات حطيتهم في دماغك، الموضوع خلص والسلام عليكم. الأولانية سجست اي ان جي او ذات فاعل مصدر او ذات فاعل شود والمصدر، لو احنا عايزين نعمل مجهول فانا ممكن اقول was suggested والنص التاني يبقى معلوم to المصدر، او ممكن نجيب was suggested اللي هي مجهول to be past perfect simple. القصة خلصانة وموضوع منتهي. طيب المجموعة التانية من الأفعال بقى اللي هي afford و agree، الناس دي كلها بنجيب بعدها to الفعل في المصدر. حلو؟ طيب بس انتبه لي، مع افورد احنا لما نحب ننفيها ما ينفعش ننفيها ابدا بكلمه دونت. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا اقول لك اي دونت افورد، لو انت قلت لي اي دونت افورد فده غلط. امال الصح يا عم انك تقول اي كانت، ولو هي ماضي هنقول اي كودنت افورد، وبعد افورد بنجيب تو الفعل في المصدر. انتبه انك بتقول كانت وكودنت دول مظبوطين، لكن دونت افورد ما ينفعش نعملها. ده بالنسبة للناس دول. أي حد بعده في الإثبات تو المصدر، تو المصدر لما نيجي نعمل منه المجهول هتبقى تو بي باست بارتيسيبل، ولما نيجي نعمل منه النفي هتبقى نوت تو والفعل في المصدر. طيب هنا في الجملة طبعا القصة دي كل الأمثلة دي كده معاك، وتعالى نحل أسئلة. لين أجريد، لين وافقت أن تفعل، يبقى تو المصدر تو لت. محمد نوت مي تو كم فيرست، يعني انا اتي في المركز الاول. يا محمد اعترف ادميت عايز اي ان جي او تو اي ان جي. شوف انا لما احفظهم انا هفضل اكررهم كل شويه. ديزيرف يعني يستحق. طيب ينفع تقول لي محمد يستحقني ان اتي في المركز الاول مش مبلوع؟ افوردد يعني تحملني، تحمل نفقاتي ان اتي في المركز الاول، ولا اكسبكتد توقعني؟ ترجم هتلاقي الدنيا جميله. اي ديسايد تو الماستر، يبقى تو نو. هي نوت نوت تو نو مي بات اي ام شور وي هاف وركد توجذر بيفور. بيقول لك هو ايه؟ ان هو مش عارفني بس انا متاكد ان احنا اشتغلنا مع بعضنا قبل كده. threatened يعني يهدد، ولا learn يعني يتعلم، ولا choose يعني يختار، ولا pretend هو تظاهر انه لا يعرفني برغم اننا عملنا معا قبل ذلك. وبما ان احنا عايزين يا مستر نطلع من القاعده بكل حاجاتها، عايزك تفتكر decide بنجيب بعدها to والفعل في المصدر، ممكن نستخدم ذات وجمله سليمه، ممكن نستخدم on نجيب بعدها اسم. decide on واسم دي معناها يحدد. to decide on a name، decide on a hotel to stay at، انك تحدد فندق تقيم فيه. طيب احنا كده خلصنا الجزئيه دي كده بكل ما فيها، ما فيش اي حاجه فيها تانية غير كده، واللي كانت قبلها خلصناها. طيب ادخل بقى على اللي بعد كده. الناس دي بقى محتاجه شرحيه صغيره كده. عايزك تعرف ان الناس دي كلها love وهيت ولايك وبريفير وكونتينيو وستار، الناس دي كلها كده ليها قاعده ثابته. اي حد منهم سواء love مثلا ناخدها مثال، ممكن نجيب بعدها to والفعل في المصدر، ممكن نجيب بعدها الفعل ده في الـ ing. يعني ممكن اقول لك I love reading، انا بحب القراءة، و I love to read، انا احب ان القراءة برضه او انا اقرأ. في فرق بينهم في المعنى؟ طفيف جدا. موجود فرق بينهم. ايه الفرق بينهم؟ I love reading يعني كأني بقول لك يا اخي انا مدمن قراءة، يعني بقرأ دايما، بعمل كده دايما. طب امال ايه؟ love to read معناها نفسي اقرا، نفسي اجرب القراءه. لما يجي لي جمله مثلا يقول لي سهى never travels by plane، عمرها ما بترضى تسافر بالطياره. she hates not by plane. هتقول يا ترى هتختار لي هنا في الاجابات ديت traveling ولا to travel؟ بص يا باشا، اولا انت بتقول لي سهى never travels يعني عمرها ما بتسافر بالطياره، ده معناها ان هي بتكره ان تفعل، يعني مش مدمنه حاجه من كده يعني. طيب فعشان كده هتقول لي هي she hates to travel. طيب يا مستر مش هيت بيجي بعدها تو المصدر او ان جي؟ هقول لك هيت traveling معناها بيعمل الشيء لكنه بيكرهه، لكن هيت تو travel معناها ان هو ما بيعملش الشيء ده اصلا 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 يعني. طيب كل الناس دول بنفس المنظر. انتبه انك انت قبل لايك ولاف وانجوي الناس دول، لو انت قلت لي I would love او I would like فما ينفعش غير to والفعل في المصدر، لكن لو انت شلت would وجبت لي love لوحدها فينفع to المصدر او ing. ده القصة اللي بحكي لك عنها في كل الجزئية دي. الجزئية التانية كمان عندك كلمة start. start يعني يبدأ، قلناها من زمان بنجيب بعدها to والفعل في المصدر، ممكن نجيب بعدها الفعل في ing، الاتنين بنفس المعنى. لو هي مكتوبة قدامك starting ما ينفعش نستخدم الا تو الفعل في المصدر، لانك ما ينفعش نقول starting raining، ما ينفعش فعلين ورا بعضهم وتضاف اي ان جي هتبقى بايخه. يبقى start تو المصدر او start اي ان جي الاثنين بنفس المعنى، ما فيش فرق بينهم في المعنى.
لكن لو مكتوبة starting يبقى to المصدر، وزي start begin نفس المعاملة. طيب عندك كمان بقى مجموعة أفعال كده هنتناقش فيهم واحدة بواحدة. أول حاجة كلمة stop دي ممكن نجيب بعدها to والفعل في المصدر، ممكن نجيب بعدها الفعل مضاف له ing. الفرق بينهم إن stop to معناها يتوقفوا لكي يفعل شيء معين، لكن دي معناها يبطل يعمل شيء. عايز اقول لك ان هو عايز اقول لواحد بطل تشرب سجاير، هنقول له ستوب تو سموك ولا ستوب سموكينج؟ لو انا قلت له ستوب تو سموك معناها ما تيجي نبطل اللي احنا بنعمله ده علشان نشرب سيجارتين كده. فعشان كده بقول لك اي وي ستوبد نوت مثلا ساندويتشز از وي وير هانجري. احنا كنا جوعانين عشان كده وي ستوبد تو ايت ولا ايتنج. انا بالمنطق انا عارف ان ستوب اي ان جي معناها يبطل يعمل، لكن دي معناها لكي يفعل الشيء ده. انت بتقول احنا توقفنا لكي ناكل سندوتشات لان احنا كنا جعانين. طب دي واحده. طيب الحاجه الثانيه اي ستوبد نوت ذا ميديسن از it has side effects. الدواء ليه اثار جانبيه، ف I stopped taking ولا to take؟ والله يا مستر انت بتقول انا بطلت اخد الدواء، بطلت اخد الدواء لان ليه اثار جانبيه، بطلت توقفت عن يبقى taking. موضوع خلصان. ضيف الستوب اللي انت اخدتها فوق حاجه، بس انا هكتبهم لك تاني هنا عشان عايزك تميز بين الاثنين ing او to المصدر. في ستوب تانيه بقى مش موجوده في الوحده بس هتلاقيها قدام. ستوب بنجيب بعدها مفعول وبعدين اي ان جي، او نجيب بعدها مفعول فروم اي ان جي. ايه الفرق بين الاثنين؟ واكيد انت هتسجل بعد ما تخلص الفيديو. ستوب مفعول اوعى تنسى مفعول لانها مهمه، دي معناها يوقف شخصا من عمل شيء. ركز تاني كده، لما اقول لك اي ستوبد علي ريدنج معناها انا اوقفت علي عن القراءه، منعته عن القراءة. I stopped علي from reading يعني أنا منعته عن القراءة. يبقى stop ing لوحدها مفيش مفعول في النص، دي معناها يبطل يعمل شيء. طب stop to المصدر مفيش مفعول في النص، معناها يتوقف لكي يفعل شيء. طب عايز أقول لك يا باشا أنا بطلت، أنا بطلت أستخدم الموبايل، يبقى I stopped using. طب أنا منعت علي من استخدام الموبايل، ما دام يوقف شخص او يمنع شخصا يبقى اي ستوبد علي يوزنج او ستوبد علي فروم يوزنج. ده بالنسبه لموضوع ستوب. طيب عندي كمان فعل تاني اسمه ريممبر. ريممبر بنجيب بعدها تو والفعل في المصدر، وممكن نجيب الفعل مضاف له اي ان جي. الفرق بينهم ان ريممبر تو معناها يتذكر ان يفعل شيء معين. طب ستوب اي ريممبر اي ان جي معناها يتذكر انه فعل شيء معين. على سبيل المثال I remember not you before. معناها ايه الجملة ديت؟ يا ترى هتختار هنا بقى meet مثلا meet ولا meeting ولا to meet؟ بالمنطق انا عارف ان remember اما ing يا اما to المصدر، ف meet دي مش معايا. عارف ان remember ing remember meeting يعني اتذكر انني فعلت، يعني انني قابلتك، لكن تقول مصدر اتذكر ان اقابلك في المستقبل. انت بتقول قبل كده انا فاكر ان انا قابلتك يبقى ميتنج. طيب حته كمان remember not the door before you sleep. ماشي كده as your dad is still out. باباك لسه بره. فريممبر يا ترى اوبننج ولا تو اوبن؟ انا بقول لك تذكر تبقى تفتح الباب، يبقى تو اوبن اللي صح. طب على سبيل المثال remember not some bread we need it. احنا محتاجين عيش، فتذكر ان تشتري يبقى تو باي. طيب ارجع بقى للفعل اللي بعد كده اللي غير remember. عندك مع remember كمان فعل اسمه forget. forget يعني ينسى، ing معناها نسي انه فعل. طب forget to المصدر يعني نسي يعمل. ركز ان الناس اللي فيهم ing دايما
معناها ان هو فعل بالفعل، لكن دي معناها لم يفعل. على سبيل المثال اقول لك انا نسيت افتح الباب، يعني ما فتحتش، يبقى I forgot to open the door. طب انا فتحت الباب وسبته، الحرامي دخل سرق الفلوس، ف I forgot opening the door، نسيت انني فتحت الباب. حاجة تانية، واحد اشترى عيش يوم السبت كتير، يوم الحد راح اشترى عيش تاني، هو كده نسي ان هو اشترى، يعني نسي انه فعل الشيء، فيقول لك I forgot buying bread. طب احنا ما عندناش عيش في البيت خالص، رحنا نجيب عيش من التلاجة، مفيش، احنا كده مش هناكل يا جدعان، ده هو باباكو نسي ان يشتري، نسي يعمل، ده معناها ان هو لم يفعل. بما انه لم يفعل نسي يفعل، يعني لم يفعل، فهتقول ايه؟ my father forgot to buy. طيب عندك كمان regret، regret اللي معناها ينسى، i n g، وبرضه تو الفعل في المصدر. regret i n g معناها ندمان انه عمل شيء معين، لكن دي معناها يؤسفه انه سيفعل شيئا معين. باباك بيقول لك روح بكره المدرسه وانت قاعد متنكد وزعلان، ليه يا ابني مالك؟ انا زعلان اني رايح المدرسه بكره. يؤسفك انك هتروح بكره لسه، فتقول I regret to go. طب انت هتدفع فلوسك، هتدفع فلوسك في حاجه ملهاش لازمه، فتقول I regret to buy، يؤسفني اني هدفع. طيب واحد اشترى عربيه كل شويه تتعطل، فيقول لك ندمان اني عملت العمله دي، ندمان اني اشتريت العربيه دي، فيقول لك I regret buying، وهكذا. طيب تعالى نشوف ايه تاني في الافعال احنا لسه ما كتبناهوش عشان ما ننساش حاجه من الافعال. خدنا stop، خدنا remember، خدنا regret، خدنا forget، وخدنا go on. لا go on يعني يستمر ومعناها يحدث، واحنا حكينا الحوار ده قبل كده. طيب يتنقل من عمل لاخر، يستمر يعني نفس المعنى. لو انت ترجمت هتقول مثلا he finished the English homework، خلص واجب الانجليزي، وبعد كده استمر لكي يذاكر الفيزياء، يعني دي هبدأ في الترجمه ملهاش اي ست لازمه، بس عايز تعرف ان كلمه go on معناها يستمر، ولا على كلمه go on برضو معناها يحدث. لما اقول لك what is going on معناها ما الذي يحدث، مبقاش معانا غير بس تراي، تعال نقولها. بص معايا، بقول لك تراي لما نجيب بعدها الفعل مضاف اي ان جي، ده معناه يجرب شيء، يعني يجرب شيء، يعني مثلا زي ما اقول لك كده بالعربي، جرب مش هتخسر كده يعني. فروح قال لك تراي اي ان جي. على سبيل المثال واحد انت قاعد بتاكل حلو، فتقول له ما تجرب كده تاكل رز، يبقى تراي ايتنج رايس، دي معناها ايه؟ معناها يجرب. طيب امال ايه تراي تو والمصدر؟ دي معناها يحاول بجد لأهمية الشيء ده انه يعمله، بمعنى your exam، your exam امتحانك is tomorrow، امتحانك بكرة يا حبيبي، you should try not studying ولا to study. تعال اترجم لك الاثنين. لو انت قلت لي try studying معناها جرب وشوف ممكن ينفع، لكن try to study معناها لازم تعمل، لازم تحاول تعمل. فانت بتقول امتحانه بكره، فيو شود تراي تو ستادي، لازم يحاول يذاكر، ده امتحانه بكره الصبح، بتهزر. طب جمله ثانيه، if you can't مثلا، if you can't open the door، لو مش عارف تفتح الباب try pushing، حاول كده تزق الباب، ما ممكن ينفع ممكن تفتح. طب حاجة تانية، you are ill، انت مريض، try to take ولا try taking medicine، انت مريض يعني لازم تاخد دواء، يعني انت بص مش بتقول لي جرب كده تاخد دواء ممكن تطيب، لا ده انت بتقول لي جرب لازم تحاول جاهدا انك تاخد دواء، يبقى try هنا ايه؟ ركز معايا كده، لازم تحاول جاهدا، يبقى تو المصدر. فانا اقول لك try taking medicine ولا try to take medicine، دي معناها جرب ينفع ولا لا، لكن دي لازم تحاول تعمل، فانا بقول لك انت مريض يا عم فلازم تحاول تاخد الدواء، يبقى try to take. خلصنا الجزئيه النظريه دي، تعالى كده اما نحل مع بعضنا الاسئله ونشوف هو بيقول ايه في الاسئله، والاسئله اهم من الشرح. اول سؤال بيقول لك مستر محمد بريفيرز، والله يا مستر بريفيرز زي لايك زي لاف،
زيها زي كلمة like و love، فبعدها to المصدر أو الفعل مضاف له ing. طبعا هنا living تنفع و to live تنفع. طب to ing ما تجيش غير مع admit، يبقى A and B. محمد would، في معاك would love would prefer would like، يبقى أنت ما ينفعش غير to المصدر لأنك حافظ دي، يبقى هنا to live بس. it has started، start to المصدر و start ing يبقى A and B. طيب it is starting، احنا اتفقنا لو هي starting او beginning ما ينفعش بعدها غير to المصدر. when there is a curfew، لما يكون في حظر تجول. people stop out، الناس لما يكون في حظر تجول الناس بتبطل تطلع بره البيت، بما ان يبطل يعمل يبقى stop و ing يبقى stop going. I got tired of studying، انا تعبت من المذاكرة عشان كده انا توقفت لكي انام. لكي يبقى to المصدر يبقى to go. عارف لو انت قلت لي stopped going يعني انا بطلت اروح انام عشان تعبت من المذاكره، انت كده ما كلام مش راكب على بعضه. remember دي ينفع to المصدر اهي وينفع ing، لكن هو ما ينفعش اقول لك خليك فاكر ما تتصلش يعني، وto ing مش موجوده. فانا بقول لك تذكر ing معناها تذكر انك اتصلت، لكن to المصدر معناها تبقى تتصل. تعال نشوف المعنى كده. remember not me when you arrive، لما توصل البيت خليك فاكر تبقى تتصل بي، يبقى to call. طيب انا بقول لك بص يا ابني انا كلمت المدير فما تكلموش تاني، ها خليك فاكر اوعى تكلمه تاني. يبقى ريمبر كولينج، تذكر انك اتصلت او انني اتصلت، انا فعلت ما تعملش انت تاني. طب اي ريمبر، انا فاكر اني انا ايه لما انا وصلت البيت بس انت ما ردتش عليا، يبقى انا فاكر انني اتصلت بك. لما يكون فعلت يبقى الفعل مضاف اي ان جي يبقى كولينج. دو يو ريجريت اي ان جي او تو الماستر، يعني ده اي ان جي، اي ان جي تو الماستر، لا دي مش الماستر تو الماستر. اشوف بقى لو ريجريت تو ويست معناها يؤسفني انني سافعل. طب اي ان جي معناها انني فعلت، ندمان ان انا فعلت. فهل انت نادم انك انفقت نقودك، انك انت ضيعت فلوسك؟ شي ريجريتس، ريجريت تو الماستر زي ما اتفقنا بمعنى ندمان ان هو هيعمل، لكن اي ان جي معناها ندمان انه عمل. هي ندمان او يؤسفها ان هي مذنبه، ولكنها تعتقد ان ذلك الشيء الصحيح الذي ينبغي ان تفعله. يبقى هي يؤسفها ان تعترف، يبقى she regrets to admit. تاني كده، هي يؤسفها زعلانه ان هي هتعترف بالغلط، بس هي شايفه ان هي على صواب وان هي صح. في جزئيه تانيه تحت هنا، طبعا to المصدر، in order to، so as to، كل دول بعد معناهم من اجل او لكي، وبعدهم الفعل في مصدر، دي مش قضيه. الناس دي كلها فيها تو بس الفعل مضاف له اي ان جي، خد بالك فيها تو بس اي ان جي بعدها. على سبيل المثال he got used to reading، اعتاد عن القراءه. he contributed to building، يعني ساهم في بناء. فالناس دي كلها بعدها بيكون الفعل مضاف له اي ان جي بالرغم ان فيها تو. الافعال دي كلها ما فيش فيها تو ولا حاجه بس بعدها اي ان جي. طيب الحته اللي اهم من ده كله عايز اوضحها لك دي عشان دي هتلخبطك. بريفير اي ان جي تو اي ان جي او بريفير اسم تو اسم. بريفير اي ان جي او تو او سوري او اي ان جي لوحدها وتسكت على كده، او اي ان جي تو اي ان جي. ممكن اي ان جي نحط مكانها اسم ونيكو نحطها مكانها اسم. طب مثال عشان نفهم، اي بريفير ريدنج، انا بفضل القراءة. حلو، انت بتحب القراءة. واحد بقى عايز يقول لك انا بحب القراءة افضل من النوم، يبقى اي بريفير ريدنج، بحب القراءة، تو سليبنج، بحب القراءة اكتر من النوم، يبقى بريفير ريدنج تو سليبنج. ممكن اقول لك اي بريفير كوفي تو تي، بحب القهوة اكتر من الشاي. في هنا حاجة تانية فيها افتكاس؟ مفيش افتكاس. طيب الناس اللي بعد كده بقى دول فيهم ملحوظة، دول كلهم بعدهم تو الماستر، تمام كده. الملحوظه فين؟ طيب اللي بتقول عليها الملحوظه هنا، ودول برضو معاهم طبعا. الملحوظه بقول لك ان في افعال معينه اللي هم الناس دول، الافعال دي اللي هي ادفايس واللاو وانكارج وبيرميت وريكومند. الناس دول اكتبها لك انا بالعربي كده، الناس دول عايزك تسجل عندك، لو معاهم مفعول يبقى نستخدم تو والفعل في الماستر. طب لو مش معاهم مفعول نستخدم الفعل مضاف له ing. على سبيل المثال mom advises not
our homework. الأم تنصح بعمل واجبنا. تنصح مين؟ ما قالكش. طيب دي واحدة. mom advises us not our homework. في الجملة الأولانية مفيش مفعول، فهنقول advises doing our homework. لكن في الجملة الثانية advice جاب معاها مفعول، فهتبقى to والمصدر. تمام؟ بس احترس ان الراجل ممكن يعمل معاك حركة دنيئة كده ويقول لك مثلا my son is advised not up early. يا ترى هنا sleeping، لا ما احنا قلنا up يبقى مش هينفع sleeping، getting ولا to get. انا عارف القاعدة بتقول ان advice لو مش معاها مفعول يبقى ing، لو معاها مفعول يبقى to المصدر. في مفعول؟ اه، ما هو ابني ينصح، فابني هو المفعول اللي بينصحه من الله اعلم اللي هو الفاعل يعني. بما ان في مفعول يبقى انت تاخد تو المصدر، يبقى ماي سان ابني ينصح ان يستيقظ مبكرا. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. اخر جزئيه معايا بقى، ودي لطيفه وسهله جدا. بقول لك الافعال اللي هم هير ونوتس وسي ووتش، الناس دول بيجوا مع المعلوم بشكلين ومع المجهول بشكلين برضه. مع المعلوم بنجيب بعدهم الفعل المضاف له اي ان جي او المصدر مباشره، ده لو معلوم. الاي ان جي ده لو عايزين نحولها لمجهول يبقى اي ان جي برضه. طب المصدر ده عايزين نحوله في المصدر للمجهول يبقى تو المصدر. طيب الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق ان الاي ان جي معناها انك انت شاهدت جزء او سمعت او لاحظت جزء من الحدث، لكن المصدر معناها الحدث كامل. طب مثال بقى، انت ماشي في الشارع لقيت الاهلي بيلعب، لقيت الماتش ده بارخ بارد فما سمعتش منه دقيقتين اتنين، سبت ومشيت، فده بقى هتقول لي اي واتشد اهلي بلاي ولا بلاينج؟ لا بلاينج. ليه يعني؟ ليش معنى بلاينج؟ لانك شاهدت جزء من الحدث ومشيت، وانا قايل لك هنا فوق اهو ان الاخر اي ان جي معناها شاهدت جزء من الحدث. طب عايز اعملها مجهول بقى، هتبقى اهلي ووز واتشد، الاهلي شوهد، الفعل كان في اي ان جي في المعلوم، في المجهول يبقى برضو اي ان جي بلاينج، اهلي واز واتشد بلاينج. طب لما اقول لك في جمله مثلا اي هيرد علي سينج، ده معناها انك سمعت الاغنيه كامله. اللي عرفك ما هو هير مفعول مصدر معناها الحدث كله، ده معناها ان علي was heard to sing. انت اشمعنى خدت to sing ما خدتش ing؟ عشان احنا قلنا في المعلوم المصدر الفعل في المصدر في المعلوم نعمله بقى to المصدر في المجهول. وخد بالك دي قاعده غريبه شويه، المصدر يبقى to المصدر. طب ما ينفعش تكون الفعل بس ing نيجي نعمله مجهول فنقول to المصدر؟ لا ما ينفعش. طب ما يكونش المصدر ونعمله ing برضو؟ والله العظيم لا ينفع، هقول لك وعملها نفس الحركة دي معايا. تعال نشوف الاختراعات كده للأسئلة. Your suggestion اقتراحك appear to المصدر. أنا هنا is لا، being لا، to ing لا، يبقى to be. You must using your mobile for a long time. It is harmful. الموضوع ده ضار عليك، يعيب عليك أن تتوقف عن، يبقى stop. لاحظ إنه جاب لك stop ing معناها يبطل. طيب I not her to use my dictionary. والله في to المصدر. make مفعول مصدر. let مفعول مصدر. اللو مفعول تو المصدر. ريفيوز تو المصدر من غير مفعول، بدون مفعوله اللو مفعول تو المصدر. طيب انت بقى بالعربي كده بتقول انا سمحت لها ان تستخدم قاموسي، بقى اللاوي. طب بعد كده هبة ليتس جو تو ذا لايبرري، يلا نروح المكتبه. This means that هبة not to the library. Let's go يعني هي نذهب، ده معناه ان اقترحت، يبقى suggests going تقترح الذهاب. I got him to change his mind. أنا خليته يغير رأيه. ده معناها that I not change his mind. تعال نشوف الاختيارات الأربعة كده الأول ونشوف الحل. أول واحدة بقول لك forced him to، force مفعول to المصدر، persuade مفعول to المصدر، من حيث القواعد جامدين، let مفعول مصدر، hope he would مصدر، كلهم من حيث القواعد حلوين. بس عايزك تفهم حتة، get مفعول تو المصدر معناها اقنعته ان يفعل شيئا، يعني معنى كده انك انت تختار سي. انت لما تقول انا جعلت عمر يغير رايه يعني اقنعته يغير رايه، معناها كده. The burglar admitted ing او to ing. stealing موجوده،
وتو ما فيش تو اي ان جي. طب ما هي انت مستر قلت لي ذات فاعل وفعل. ايوه ما هو اعترف انه سارق. المفروض كانت تبقى استول عشان افكر فيها. I shouldn't have annoyed my brother. انا المفروض ما كنتش زعل على اخويا. ده معناها اني انا regret doing that، ندمان اني عملت كده. I promise to المصدر او ذات فاعل. طبعا مع promise بناخد will زي ما انت فاكر في اللوحه الثانيه خدناها بتاعت المستقبل. تعال نشوف. I promise I would. لا I would دي تبقى مع promised. I promise to المصدر دي معاك. I will be helped. عارف هي لو I will help you كانت نفعت، يبقى انت خدت رقم سي بس. I eating late at night since it makes، لان الاكل بالليل بيتعبني. فانا forbid ولا dislike ولا enjoy ولا hope، فانا ما بحبش بكره، يبقى dislike بكره الاكل بالليل لانه بتعبني. رقم 10 she intended intend to المصدر to buy. I not him to attend my sister's wedding decide him قررته ان يحضر يعني مثلا، ولا هو بهم آمله أن يحضر، ولا made him make مفعول مصدر، ولا expect him. مين في دول بقى؟ بص أنت ممكن تقول I hope he will attend my sister's wedding، أو I hope to attend your sister's wedding. hope to المصدر بس من غير مفعول، يبقى أنت تاخد expect. حتى بالعربي أنت بتقول أنا أتوقعه أن يحضر حفل زفاف أختي، لكن hope مش عايز المفعول. I will start ing أو to والمصدر مفيش هنا ولا واحدة، يبقى start ing و making ing تنفع. طب نشوف كده my homework. الهومورك باخد do، بنقول do homework. We hope to والمصدر to meet اللي هي دي. We hope to meet محمد صلاح in England next مش عارف ايه كده. He kept هو استمر keep ing، يبقى he kept going. Jihan's mother forced her force مفعول to والمصدر، يبقى to tidy. Although my question was easy، لان برغم ان السؤال كان سهل هو رفض ان يجيب. refuse to المصدر يبقى to answer. القاعده دي مش محتاجه غير انك تحفظ حروف الجر. my sister hate ing او to والمصدر في ing، في to المصدر لا، يبقى فكر في دي بس. in 1954 the government decided to المصدر يبقى to build. she often avoids ing يبقى هنا ما فيش غير واحده يبقى speaking. denied ing يبقى being. would you mind اي حاجه فيها mind تاخد الفعل المضاف له ing مباشره سواء في would او من غير would يبقى closing. I would love. love لوحدها to المصدر و ing، لكن would love to المصدر على طول. I would prefer نفس القصه would prefer to المصدر. لو ما فيش would كنا قلنا I prefer getting او to get. try to concentrate. concentrate on والفعل المضاف له ing او to المصدر. طبعا ادي on ing on achieving. على فكره ممكن اقول لك to achieve، ودي كانت موجودة في كتاب العمالقة لو انت معاك الكتاب ده هتلاقيها موجودة فيه. حاول تركز لكي تنجز المهمة التي في يديك، او حاول تركز على انهاء المهمة، يعني concentrate on ing و to المصدر الاثنين صح، يبقى انت عندك اجابتين. feel like ing ركز اوعدته مني. like لوحديها بعدها to المصدر او ing. طيب would like ما ينفعش بعدها غير to الفعل في المصدر. طب feel like بعدها الفعل ده في ing بس، يبقى انت هنا قلت لي كده going. I consider consider ing خدناها كتير السنه دي. consider play applying. ليلى pretended to المصدر يبقى to see او not to see عشان منفيه. طب نترجم تظاهرت انها لا تراني وهي تمر بجواري في الشارع. طيب بعد كده 28 روداين always does her best first. do my best لكي آتي يبقى to come. رقم B. please remember والله ing و to المصدر. remember ing معناها تذكر انك فعلت الشيء ده، لكن to المصدر تبقى تعمل. تعال نشوف تخليك فاكر ايه الباب عندما تخرج انك تبقى تقفل يبقى to look. طب اللي بعديها our neighbors threatened to المصدر يبقى to call. The police warn. استنى مع warn دي خدناها في الوحدة اللي فات تقريبا. بنجيب بعدها to والمصدر او not to والمصدر او against والفعل مضاف له ing. ايه الفرق بينهم؟ to والمصدر معناها حذر الشخص ان يعمل، يعني عايز يعمل بقول لك افعل. طب not to معناها لا تفعل و ing معناها لا تفعل. طب ما تيجي نشوف كده. البوليس حذرنا نحنا ما نطلعش بره بالليل، يعني عايزنا لا نفعل. يبقى against going او not to go. انا قدامي هنا not to go اللي هي رقم دي، وعلى فكرة كان ممكن نقول
against going، حذرنا من الخروج. اللي بعد كده رقم 32، which mobile phone have you decided to، المصدر اكتب تاني، احنا قلنا decide to المصدر وdecide on واسم اللي معناها يحدد وdecide that وجملة، ده اللي احنا كتبناه في الشرح. الموبايل اللي انت حددته اخترته يبقى on، decide on واسم او من غير اسم اهو عشان هي الوحيدة اللي معناها يحدد يعني. طب لو انت اخدته غصب عنك لازم to المصدر، فممكن اقولك which mobile phone have you decided to buy او have you decided on، معناها انك اخترت اسم، حددت اسم، طبعا ما تجيش بعدها اسم سوري، يبقى decide on دي معناها يحدد او يختار، مش عايزين اسم. A lot of people still believe in، يعني يؤمن بي او يصدقون believe in. The criminal was in disguise، يعني كان متنكرا. To avoid، avoid عايزه بعدها ing لو معلوم، و being والباست participle لو مجهول، فطبعا arrest مش معاك و be arrested مش معاك. Avoid arresting معناها تجنب ان يقبض على حد، طب being arrested ان يقبض عليه، فده مجهول ودي صح. I was made to will master to revise، ليه يا مستر؟ عشان انت عارف ودي برضو مش جديدة، انت عارف ان make مفعول master، ممكن نقول be made to will master. امتى نعمل دي وامتى نعمل دي؟ دي لو معلوم، لكن دي لو مجهول. على سبيل المثال I made سلوى cry، انا جعلت سلوى تبكي، ده معناها ان سلوى was made to cry، ان سلوى جعلت تبكي. تمام، ادخل بعد كده على رقم 36. She needn't need والمصدر على طول، يبقى needn't buy. انت خدت دي امتى؟ don't have to، doesn't have to، و needn't لوحديها. I prefer reading، prefer ing to ing، يبقى to watching. My mother asked me to stop، والله يا مستر stop ing معناها يبطل، stop to والمصدر to والمصدر معناها يتوقف لكي يفعل. امي طلبت مني ان انا ايه بريد، لان احنا كنا محتاجين على الغدا، يبقى انا اتوقف لكي اشتري، يبقى to buy. عارف لو قلت لي stop buying نبطل شراء خالص من العيش، وطبعا المعنى كده مختلف. 39، I am sorry I forgot، والله forgot to و forgot ing، to المصدر معناها نسي ان يفعل، لكن forgot ing معناها نسي انه عمل. انا اسف يا سيدي I forgot not your book، I am going to return it tomorrow، هجيبه لك بكرة، انا اسف انا نسيت ان انا اخدته، صح؟ يبقى taking. طيب نسيت ان احضره، نسيت افعل، يبقى to bring، يبقى انا هاخده to bring. تاني كده forget taking معناها نسيت ان انا خدت الكتاب، طب forget to bring نسيت ان انا اجيبه، طب لو قلت لك forget bringing نسيت ان انا جبته. why didn't you return the book you had borrowed، ليه انت ما بتجيبش الكتاب اللي انت خدته؟ فاقول اه لا ده انا فاكر اني فعلت اني جبته الاسبوع اللي فات، يبقى I remember ing، يبقى returning. when I train لما بتدرب I follow the coach's advice، بسمع نصيحه المدرب. I stop to take اتوقف لكي اخذ راحه، ولا ببطل اخذ راحه، ولا بتجنب اخذ راحه، ولا برفض اخذ راحه، انت قلت لي بسمع كلام المدرب وتوقف لكي اخذ راحه. 42، because of the bad weather condition، بسبب حاله الطقس السيئه. Egypt Air regrets، خطط الطيران المصريه بيؤسفها ان تلغي، يعني لسه هتلغي ما لغتش، يبقى regrets to المصدر، تبقى to cancel. رقم 43، the teacher instructed us، المدرس instruct مفعول to المصدر، يبقى to read، يعني اعطانا تعليمات بقى نقرأ. I stopped ing او to المصدر، بس دي معناها بطل يعمل، و stop to المصدر يتوقف لكي يعمل. I stopped not the book to enter the phone، يبقى انا بطلت القراءة علشان ارد على التليفون، يبقى stopped ing. اللي بعدها he remembered، نفس القصة، remembered to المصدر معناها يتذكر يبقى يعمل، لكن ing ما يتذكر انه عمل. طيب بقول لك انا اتذكر ايه ذات مرة، once يعني ذات مرة اتذكر انني قابلتها، يبقى meeting. although he is diabetic، بالرغم انه مريض سكر. he can't help، can't help و can't stop ing eating.
Do you object? Object to الفعل مضاف له ing يبقى to being taken. طب اشمعنى to being object to taking؟ معناها يعترض على أن يأخذ، لكن دي أن يؤخذ إلى الغردقة. What do you think? Not the statue to fall. بص احنا قلنا قبل كده إن make مفعول مصدر معناها يجعل، make مفعول مصدر دي معناها يجعل. في حاجة بقى اسمها cause مفعول to المصدر. لو أنت بتسمع من أول السنة بتركيز خدنا دي في الوحدة الأولى. المهم فهنا الراجل بيقول لك to fall. طيب انزل على اختيارات. demolish يعني يدمر ولا شيء، الموضوع make مفعول مصدر، cause مفعول to المصدر، divide يعني يقسم ملهاش علاقة يبقى cause. I don't think the film is worth ing يبقى seeing. طيب do you remember؟ في حاجات معينة كده محتاج تفكر فيها، لكن حاجة worth ing سلام عليكم يعني. remember post مش معانا، posted مش معانا، يا إما to post يا إما posting. remember posting معناها يتذكر أنه أرسل، لكن ديت يبقى يرسل. حلو. طب تعال نترجم على عربي. أنا بسألك بقول لك هو أنت افتكرت تفتح الباب ولا نسيت؟ أنت افتكرت تطبخ ولا نسيت؟ أنت افتكرت ترسل الجواب ولا نسيت؟ يعني أنت لسه هتبعت، يبقى to post. طيب توم was used، was were used to المصدر، to الفعل مضاف له ing، to living. وعلى فكرة كان ينفع نقول to life إلى الحياة يعني، اعتاد على الحياة واعتاد أن يعيش. she isn't able to look after herself، ده هي مش عارفة تهتم بنفسها. she needs، تعالى عند need. انت عارف ان needn't عيلة need بقى، needn't والمصدر. حلو. طيب لكن need to والفعل في المصدر. طب ده لو كانت معلوم المجهول منها بقى need ing او to be والباست participle، ده لو كان الحاجة مجهول. على سبيل المثال my car needs fixing او to be fixed. طب ما تيجي نشوف كده الراجل بيحكي عن ايه هنا. بقول لك اني هي مش قادره تهتم بنفسها، ده هي تحتاج ان يهتم بها. يهتم بها ده مبني المجهول، يبقى needs to be past participle او ing مفيش، يبقى to be looked. a little boy was heard. هنا بقى محتاجين نركز. كلمه hear يعني يسمع، بيجي بعدها الفعل في المصدر او ing، ده لو معلوم. المصدر ده بيكون في المجهول to، والمصدر والاي ان جي دي بتكون في المجهول اي ان جي زي ما هي. طيب انت بتقول لي الولد سومعا، يبقى ده مجهول. انت عايز ايه بقى ما دام مجهول؟ يا اما تو المصدر يا اما اي ان جي. ادي تو المصدر موجوده، تو اي ان جي مش معانا، مصدر بس كرايز مش معانا. وود رادر ليها ثلاث احتمالات زي ما انت فاكر، بعدها الفعل في المصدر او بعدها فاعل وماضي بسيط او فاعل وماضي تام. فاعل وماضي تام. طيب انت عندك فاعل، لما فيش فاعل فانت عايز مصدر، يبقى اي رادر ستاي. I regret I N G أو to المصدر. تعال نشوف. أنا يؤسفني إني إيه to my father's advice he was right. أبويا كان عنده حق. أنا يؤسفني أنني لم أسمع، ما سمعتش في الماضي، يبقى not listening. ما هو أنت لو قلت لي I regret listening من ماي إن أنا سمعت، طب not يبقى ما سمعتش. Eating too much fatty food، الأكل أكل الطعام الدهني الكثير، will certainly سوف يؤدي إلى، يؤدي إلى يبقى led to I N G. need to gaining، ودي كانت في الوحدة الأولى برضو. خد بالك إن lead to بنجيب بعدها الفعل المضاف له ing مش المصدر، لأن دي هنا حرف جر. it is a waste of time، it's a waste of time، waste of time to المصدر ولا ing. تعال نترجم كده. إنه من إهدار الوقت، not all these silly exercise، إنه من أشكال إهدار الوقت القيام بكل هذه التمارين السخيفة. أنت عارف إن waste زي spend بعدهم ing، يبقى انا هاخد doing. وما انت ترجمت لي يا مستر عشان ممكن تبقى مجهول، يبقى it's a waste of time doing، it's a waste doing و spend doing. I can't stand ing، موضوع خلصان. I can't stand living. 59 I saw an old man، والله استنى بقى. see، انا رأيت رجلا كبيرا، يبقى انت ده معلوم، يبقى انا عايز الفعل مضاف له ing او الفعل في المصدر. دي لأ، ودي to المصدر، ودي المصدر، ودي تو اي ان جي، يبقى مش هفكر في حد منهم غير المصدر. I can't imagine اي ان جي، طيب طبعا دي فيها تو المصدر، ده اي ان جي، اي ان جي، اي ان جي. انت بتقول لا استطيع ان اتخيل ابي يقود، يبقى ابي يقود الدراجه، يبقى رقم بي. يعني انت عايز اقول لك لا استطيع ان اتخيل علي يقرا، يبقى I can't imagine علي reading.
she is busy ing او with ing بقى busy doing. خد بالك ممكن نقول with ونجيب بعدها ing او اسم. لين هاز فاينلي تيك تو يعني تيك تو يعني اعتاد على, وتيك تو بعدها بيكون الفعل مضاف له ing مباشرة يبقى taking to ing living. You can't stop me. stop يا مستر لو جبنا بعدها مفعول مفيش تفكير ing او from ing اد ing صح وكان ينفع from ing. It's no use. it's no use ing crying. I regret telling او to tell بس دي معناها يؤسفني ان يعني يا ريتني ما قلت لك لكن دي يؤسفني ان اخبرك that you have failed انك انت رسبت في الامتحان يبقى يؤسفني ان اخبرك بذلك يبقى tell to tell. امال لو قلت لي regret telling ندمان اني قلت لك. تعالى تخيل موقف كده انت رايح تقول لواحده يا حاجه ابنك عمل حادثه تمام فتقول لها I regret to tell you that your son had an accident يؤسفني ان اقول لك ان ابنك عمل حادثه. طب انت قلت لها مسكت فيك انت وقطعت لك هدومك فانت بتقول يا ريتني ما قلت لك ندمان ان انا فعلت يبقى I regret telling you. 66 بيقول لك the shop assistant talked me into buying the expensive t-shirt. ده معناه ان الراجل البياع اقنعني يعني توكد مي انتو توك انتو معناها اقنعني ده كلامه دخل جواه يعني يبقى كده معناها ان persuaded me to come again اقنعني اجي تاني for a better collection عشان اشوف مجموعة احسن من الموجودة عنده. لا ده هو اقنعني ان اشتري يبقى رقم سي يبقى توك انتو يقنع. ايه من دول مش سليمة من حيث الستركتشر. I suggest ing مظبوطة. suggest ذات فاعل مصدر برضو مظبوطة. suggest that فاعل وجاب لك is المفروض تبقى بي اصلا يبقى دي بقى غلط. I suggest that فاعل should والمصدر يبقى كده رقم سي اللي غلط زي ما هو عايز الغلط. he doesn't smoke anymore ما لم يعد يدخن يعني ما بقاش بيدخن زي زمان ده معناها ان هو توقف لكي يدخن يعني بطل. he stopped smoking او بطل يدخن. he has never لم يدخن ابدا لا غلط انت قلت لي هو بطل يدخن يعني كان بيدخن وبعدين بطل فتوقف عن التدخين بطل تدخين. I remember to call my mother before going to bed تذكرت أن أتصل بأمي قبل أن أذهب للنوم ده معناها I remembered calling أتذكر أن أنا كلمتها لا ده أنت تتذكر أنك لسه هتكلمها في المستقبل. I remember that I call تذكرت أنني أتصل أنا أتذكر أنني أتصل بأمي برضو لا أتذكر أني أنا يجب أن أتصل مثلا كانت تنفع اولا انا تذكرت وبعدين اتصلت ما هو ده اللي حصل بقول لك انا تذكرت ان اتصل يعني افتكرت امي وبعدين كلمتها يبقى رقم سي المظبوط. رقم 70 I have forgotten to bring my camera انا نسيت اجيب الكاميرا يا دي الليله يعني الكاميرا مش معايا. It's not with me. It's not with me now يعني هي ليست معي الان. طب 71 It is impossible for me مستحيل بالنسبه لي to stop watching football matches مستحيل اتوقف عن مشاهده التلفزيون المشاهدة المباريات ده معناها I am busy watching football matches انا مشغول بمشاهده المباريات. I can't help watching يعني مش قادر اقاوم نفسي في المشاهده رقم بي ركز بقول لك مستحيل اني ابطل مشاهده مباريات ده معناها I can't help watching football matches يعني لا استطيع أن أتوقف عن مشاهدة التلفزيون أو المباريات. 72 عمر got used to got used to يعني اتعود على العيشة لوحده ده معناه إن هو ما يعرفش يعيش لوحده ولا بيكره العيشة لوحده ولا talk to يعني اعتاد على لو أنت حافظ talk to يعني اعتاد على يعني يبقى دي الصح. I advise my students to understand not to memorize بنصح العيال إن هم يفهموا إن هم مش يحفظوا ده معناه إن الطلاب نصحوا أن يحفظوا ويفهموا لا طب هو قال لك ان هم يفهموا مش يحفظوا ما يحفظوش يعني الحفظ ده مش مطلوب. الطلاب نصحوا ان هم يحفظوا not to understand يحفظوا ما يفهموش برضو لا. الطلاب نصحوا ان هم مش يحفظوا ولكن ان هم يفهموا يبقى رقم سي اللي صح يبقى 73 كده خدنا سي. طيب 74 I heard a big A bird singing هنا بقى محتاجين نقف شويه. هير مفعول اي ان جي ده في المعلوم. طب في المجهول هتبقى برضو هير مفعول اي ان جي. طب انت كده عايز I heard a bird sing لا a bird was heard singing دي مظبوطه ما هو المجهول was where heard والاي ان جي لان هنا كان اي ان جي. امال امتى كنا ناخد تو المصدر اللي هي دي لو انت قلت لي اي
heard a bird sing. كنا في المجهول هتبقى a bird was heard to sing. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ دي معناها انك سمعت جزء من الحدث، العصفور كان بيزقزق سبته دخلت، لكن دي فضلت تسمع في العصفور طول الوقت. خلاص دي كده الحمد لله. القاعدة دي للأسف يعني أسئلتها كتير شوية، بس هي مش صعبة ومش معضلة. إن شاء الله بقى لنا فيديو واحد في الخامسة. الستة دي جميلة لطيفة جدا، احنا ممكن نفرم الستة في حصتين اتنين عشان نخلص منها إن شاء الله رب العالمين. فحب أقول لك وأبشرك إن الوحدة السادسة من محتوى شهر 10 برضو، يعني واحدة ستة على بعضها في محتوى شهر 10، يعني حتى لو الشهر خلص هي معانا، بس إن شاء الله مش هيخلص الشهر قبل ما نخلصها إن شاء الله. أنت طبعا هتسمع الفيديو ده، وإذا الشاطر كده تدخل على الجروب هتلاقي فيه امتحان نزل PDF، امتحان مش كبير ومش صغير بس فيه أفكار كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.